طيب تمام، بصوا معايا كده يا شباب، دول اخر موضوعات في الجروب بوليسي عايزين نتكلم فيه. اول حاجه عايزين نبدا بقى النهارده ان شاء الله ازاي ان انا ممكن اعمل كنترول على الفاير وول على الاجهزه بتاعت الناس، علشان لو حبيت ان انا اعمل بينج على جهاز اشوفه شغال او مش شغال، او حبيت ان انا اكسس الشير عنده، او لو انا حبيت ان انا اشوف اي بارتيشن من البارتيشنز اللي موجوده على جهازه ايه الداتا اللي فيها، او حتى ان انا اعمل ريموت ديسكتوب على اي جهاز موظف. ودي من الحاجات المشهوره جدا جدا اللي بتطلب. الريموت ديسكتوب بيتيح لي ان انا اكونكت على جهاز الموظف كاني قاعد على جهازه بالظبط، واحل اي مشكله موجوده عنده. تمام. طيب دلوقتي هبدا ان انا اقسم الموضوع كده من البدايه. تمام، في البداية خالص عايزين نشوف ايه موضوع الريموت ديسكتوب ده. تمام، كنا قلناه في الاول بس افكركم بيه مرة تانية. نفترض انا عندي سيرفر زي سيرفر واحد عايز اعمل ريموت ديسكتوب عليه، كنت المفروض اعمل ايه؟ لازم اعمل كليك يمين، ولازم اعمل بروبرتيز، واقوم رايح على التاب لو انا نزلت تحت الاقي حاجة اسمها ريموت ديسكتوب. الريموت ديسكتوب باي ديفولت مقفول عند الناس، ممكن ما تلاقيش الاختيار بالشكل ده، اجيبه لك بشكل تاني. لو انا قمت قايله هات لي ادفانسد سيستم سيتنج اهي، وقمت رايح على الريموت. بص كده الريموت ديسكتوب باي ديفولت معمول عليها دونت الاو، وده الطبيعي في جميع نسخ الويندوز. فمعنى ذلك انك مش هتقدر انك تعمل ريموت على اي جهاز من الاجهزه بتاعت الشركه. طيب والحل؟ المفروض بقى ان انا عشان اعمل ريموت على اي جهاز لازم اعمل الاو. طيب انا عندي عدد كبير من الاجهزه، فهنا يجي الفايده بتاعت الجروب بوليسي، اللي انا افتح الاعداد ده كمان من على الويندوز، زائد اللي انا لازم اعدي الريموت ديسكتوب من تحت الفاير وول. الفاير وول ده اللي نازل مع جميع نسخ الويندوز وهو انيبلد باي ديفولت. تمام، فبما ان الفاير وول انيبلد باي ديفولت لازم ان انا اعدي منه ريموت ديسكتوب واي خدمات ثانيه انا عايزها. طيب عايزين نشوف بقى ازاي انا افتح الكلام ده واعمل بينج واعمل كل حاجه. هنضرب مثال بسيط جدا، وانا واقف على السيرفر اللي اسمه S1، ها ده دومين كنترولر، فتحت سي ام دي وقمت قايله بينج على مين؟ على S2، اعمل انتر. هتلاحظ ان الدي ان اس حول من النيم للاي بي، ماشي، بس مفيش رد، ها ريكوست تايم اوت. ومين اللي قافل عليا؟ الفاير وول. طيب ادي اول مشكله موجوده عندي. ايه المشكله الثانيه؟ لو جيت هنا فتحت قائمه ران وعملت 2 باك سلاش قمت قايله S2، ها ورحت عامل انتر، برضه هيحاول ويحاول ويحاول. الشيرنج مقفول على جميع نسخ الويندوز باي ديفولت، فتيجي تاكسس اي شير على اي جهاز على النتورك برضه هتلاقيه مقفول، هيظهر لي ايرور حالا. ها اهو يقول لي ان انا ويندوز كانوت اكسس S2، ولكن في مشكله في النتورك بتاعتك، والسبب الاساسي هو الفاير وول برضه قافل على خدمه فايل اند برنت شيرنج. يبقى اقدر بالجروب بوليسي زي ما انا بقول لكم ان انا احقق كل الموضوع ده، اللي انا اتحكم في الفاير وول تماما علشان يسمح بالبينج والشير، وكمان الادمن شير اقدر اشوف اي بارتيشن عند الاجهزه بتاعت الموظفين، وكمان افتح الريموت ديسكتوب واعديها من تحت الفاير وول. انت متخيل ان الجروب بوليسي يعمل لك الكلام ده كله في خطه واحده؟ طيب ازاي اللي انا احقق الموضوع ده؟ بمنتهى البساطه هاجي على السيرفر الاولاني، ده الجهاز اللي انا بتست عليه، لازم انقله تحت اويو عشان اطبق بوليسي. كليك يمين موف، وليكن مثلا على الاتش ار اعمل اوكي. يبقى الجروب بوليسي اللي انا اطبقها على الكمبيوتر لازم تبقى تحت اويو عشان اطبق عليها الايه الكلام. نفتح قائمه ران ونكتب بقى جي بي ام سي دوت ام اس سي جروب بوليسي مانجمنت كونسول.
هنيجي على اسم الفورست بتاعتنا، اسم الدومين اسلام.نت، هتلاقي الاويو اللي اسمها اتش ار. لازم تتاكد انك واقف على الاويو اللي فيها الكمبيوتر اكونت بتاعك. كليك يمين جي بي او، هسميها مثلا جي بي او 1، واقول رايت كليك واعمل له اديت. طيب اول حاجه لازم نعملها اللي انا افتح الريموت ديسكتوب. اول حاجه لازم افتح الريموت ديسكتوب، تاني حاجه اكنترول الفايروول، يبقى لازم امشي بالترتيب. نفتح الريموت ديسكتوب منين؟ طبعا من الكمبيوتر كونفيجريشن، افتح بورسس ادمن تمبلت، ويندوز كومبوننت، هنلاقي حاجه اسمها ريموت ديسكتوب. سيرفيسز، وبعدين سيشن هوست، وبعدين كونكشن. هو ده المسار اللي انت لازم تمشيه معايا علشان تفتح ريموت ديسكتوب. وهتبص بقى على اليمين، الاختيار ده واضح جدا جدا، allow users to connect remotely by using remote desktop. هي دي اللي بتفعل ريموت ديسكتوب عند الناس. دبل كليك عليها وتقول له enable، وبعدين تعمل اوكي. بس انت كده بالظبط كانك عملت allow remote desktop، بس دي كده رقم واحد. وبعدين نقفل بقى الاختيارات دي كلها. ونطلع على الويندوز سيتنج، سكيورتي سيتنجز، ننزل على ويندوز ديفندر فاير وول، وننزل على ويندوز فاير وول، وفي حاجه اسمها الانباوند رولز. انباوند معناه ان ده الترافيك اللي جاي على الجهاز بتاعي. كليك يمين واقول له نيو رول. طيب يا ترى ايه الرول اللي انا عايز اعملها؟ هتبقى بري ديفايند. طبعا ان انا ممكن افتح لبرنامج معين او اقفل عليه، ممكن ان انا افتح بورت معين لبروتوكول او اقفل عليه، ممكن اشتغل على الخدمات الجاهزه اللي نازله مع الويندوز، وممكن ان انا اعمل كاستم، انا احدد كل حاجه زي ما انت شايف كده، البرنامج والبروتوكول والبورت نمبر والسكوب هتطبق على مين، ويا ترى الاكشن الاو ولا ديناي، وعلى انهي نتورك بروفايل، وفي الاخر اسم الرول. يبقى دي اسمها الرول الكاستم اللي انا بحدد كل حاجه فيه. اما زي ما قلت لك انا عايز افتح ثلاث حاجات، البنج الشير الريموت، هلاقيهم كلهم تحت البري ديفاين، دي معرفه مسبقا في الفاير وول. اهو هتلاقي حاجه اسمها فايل اند برنت شيرنج، وما يقول نيكست، هيفتح كل البروتوكولات دي ومن ضمنها ها بص كده الاي سي ام بي بي فيرجن 4، يعني كمان هيفتح البنج، هيفتح البنج والشير في نفس الوقت. اقول له نيكست، الاو طبعا، ولا الاو اف سكيور معناه ان انا بستخدم الفريم ورك اي بي سيك، ولا بلوك، لا انا هقول له الاو على طول. حلو جدا كده انا فتحت حاجتين، البنج والشير، فاضل مين؟ الريموت ديسكتوب. كليك يمين نيو رول برضه بري ديفايند، وانزل معايا كده على حرف الار ريموت ديسكتوب اهي، واعمل نيكست. البورت طبعا المعروف بتاع الريموت ديسكتوب لازم تبقى انت عارفه، تي سي بي 3389، عشان لو سالت في انترفيو لازم ده البورت بتاع الريموت ديسكتوب، تي سي بي 3389. هو هنا هيفتح كمان البروتوكولين تي سي بي ويو دي بي، بس هو المعروف ان هو تي سي بي. انا هقول له نيكست، الاو كونكشن برضه، وميل اوكي. حلو جدا جدا كده انا فتحت الريموت ديسكتوب من تحت الفاير وول، فتحت البنج والشير من تحت الفاير وول، وعملت انيبل ريموت ديسكتوب. المفروض اعمل ايه بقى؟ ريستارت اس 2. طب هل ممكن ريستارت اس 2 من عندي؟ هل من الممكن ريستارت اس 2؟ بس ممكن بس حضرتك تكتب الخطوات في الكستيه، عشان في حاجات بس بتسقط مننا كده يعني الخطوات. ما هو كده كده انت ناسي ان الفيديو متسجل، فانت لو اتفرجت على الفيديو وسجلت ورايا هتلاقي الموضوع تمام. خدت بالك كده كده الفيديو هرفعه زي ما اتفقنا ان شاء الله، هيبقى معاك الفيديو بالتفصيل، هتوقفيه واحده واحده وتكتبي عادي ورايا. خلاص تمام. طيب انا كان سؤالي دلوقتي، هل من الممكن ان انا اعمل ريستارت للجهاز اس 2 وانا على اس 1؟ هل من الممكن اعمل دي؟ اعتقد لا. لا ليه؟ طب ها مين عنده الحل؟ انا
بس لازم تكون كل واحدة فيهم لوحدها، يعني اس 1 لوحدها واس 2 لوحدها، ما ينفعش الاثنين مع بعض. لا انا مش عايز راستر اس 1، انا بما اني راجل دومين ادمنستريتور على اس 1 عايز ادي امر الاس 2 انه يراستر. اخدناها قبل كده، ها ممكن اعملها ازاي؟ صراحة مش عارفة. يوسف أنا متهيألي إنه ينفع، لأن إحنا فتحنا كل حاجة خلاص طيب وشلنا الفايروس. ماشي، تخيل بقى ازاي اللي انا ابعت امر من اس 1 لاس 2، فكر اعملها ازاي دي؟ ها كنا عملناها كتير على مدار المنهج. تهيألي من الورشيب. ايوه كده باور شيل صح، فاكر امر الريستارت؟ افكركم بيه، نفتح قائمة لا مش ستارت فاكرة صراحة. اهو. بص ممكن ببساطة اعمل له انفوك داش كوماند، تمام؟ تعال نكبر السكرين عشان انتم شايفين معايا بشكل واضح. انفوك كوماند على مين؟ على اس 2 داش سكريبت بلوك، وبعدين شات داون سلاش ار سلاش تي زيرو. اخدناه كتير جدا الامر ده واحنا شغالين. ده بيعمل ريستارت، ار معناه ريستارت وتايمر زيرو معناه ريستارت ناو. فانفوك كوماند زي ما اتعلمنا في اول الكورس خالص، انا ببعت امر يتنفذ هيروح ينفذه ويطلع. ها انتر، بص كده ناتج الامر ده. بص 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 عمل ايه؟ عمل ريستارت على طول. ده الميزه بتاعت الانفوك كوماند. هنا طلع لي ايرور هو علشان هو عمل ريستارت قبل ما يطلع من السيشن فجاب لي الايرور ده، بس مش مهم، هو عمل الهدف وراستر الجهاز. طيب حلو قوي قوي. بما ان الباور شيل مفتوحه بقى، ازاي اتاكد ان اللي انا عملته صح؟ هو مايلو بينج داش تي اس 2، تي معناه كونتينوس، هيحاول يعمل بينج وننتظر لما نشوف تأثير الجروب بوليسي. شلون حضرتك قلت تي دي معناها ايه؟ كونتينيوس يعني مستمر، بينج مستمر. تمام. دي موجودة في سيسكو ومايكروسوفت عادي الاثنين واحد، تي كونتينيوس مستمر. انما لو عملت البينج العادية بيبعت 4 باكت بس. تمام اه لا باور شيل يا احمد عشان ابعت، اه ابعت الامر ده على الجهاز التاني. لسه بيفتح اهو، لسه بعمل ابلاي. ايه كل ده؟ كل ده بيطبق كمبيوتر سيتنج؟ جدا تمام. يبقى ناتج تطبيق الجروب بوليسي طالما البنج فتح فده معناه ان تأثير الرولز دي واضح، خلاص اقفل دي. نعمل بقى ران مرة تانية، اتنين باك سلاش اس 2. حلو جدا. عايز بقى بص كده هعمل باك سلاش سي دولار ساين، اعمل انتر. انت متخيل انك شايف البارتيشن سي على جهاز الموظف وهو مش حاسس، هو مش عارف حاجه، تقدر تتجول في جهازه زي ما انت عايز، لان باي ديفولت كل البارتيشنز بتاعتك متشيره على الشبكه بس اللي بيخش عليها الادمنستريتور، دي اسمها الادمنستريتيف شير. فاصبح كمان ايوه يا ده معناه ان الموظف مش بيشوف الاصدارات دي. لا الموظف ما يعرفش ياكسس على السيرفر، انما السيرفر ياكسس على الموظف. ليه؟ لان الموظف ده مستخدم عادي بدون اي صلاحيه، انما انا ايه؟ انا دومين ادمن. وصلت؟ انا يا دومين ادمنستريتور حرفيا ايدك طايله اي حاجه في النتورك، اي حاجه تقدر تعملها، تمام؟ فانا اهو دخلت على السي بتاع الموظف، ممكن ابص كمان على الديسك توب بتاعه لو انا حبيت، اشوف ايه اللي رميه على الديسك توب، اشوف ايه اللي رميه على الدوكيمنت.
انت متخيل انك تقدر تتجول في كل اجهزه الناس ومحدش عارف حاجه؟ تمام، فدي فرصه كويسه جدا جدا اللي انا افتحها لهم من دور بوليس. طيب ايه كمان؟ انا فتحت البينج وفتحت الشير، فاضل مين؟ كان في واحده تالته عايزين نعملها لو الناس مصحصحه معانا. السيتنج لا، احنا كان في عندنا 3 اهداف عايزين نحققهم، البينج وفتحناه، الشير وفتحناه، كان في حاجه تالته. لا، اسلام مسعد معايا من البدايه بقى كده. اسلام مسعد اسلام اسلام مش معايا؟ امال بتعمل ايه على الزوم هنا؟ اسلام احمد خالد معايا؟ موجود الهندسة بس مش ماشي. فاكر والله، ليه مش فاكر ليه؟ مش فاكر الحاجة التالتة يعني. طيب ماشي. ها رضوى، رضوى معانا ولا؟ مع حضرتك يا باشمهندس. طيب ماشي، ايه الحاجة التالتة اللي عايز اعملها؟ كان في عندنا 3 اهداف عايزين نعملهم النهاردة. ايه الصعب في السؤال بتاعي ده؟ هما 3 حاجات كنا عايزين نعملهم. مش فكرة والله. طيب خلاص ماشي، مفيش مشكلة. سمر معانا؟ حضرتك يا باشمهندس. طيب ماشي، ايه الحاجة التالتة اللي عايزين نعملها؟ نقدر نعمل بنك؟ يا جماعة انتوا ناسيين دي، مش انا قعدت اتكلم عن الريموت ديسك توب واللي انا اقدر اخش على الجهاز بتاع الموظف كأني قاعد عليه، صح؟ مش ده ده لسه بنتكلم في اول سطر النهاردة، ايوه صح؟ ماشي، عايزين تركيز احلى من كده. ايه الله يكرمكم. طيب يبقى عايزين نتاكد من الريموت، عشان اعمل ريموت ديسكتوب على الموظف ممكن افتح قائمه ستارت وهتلاقي اداه الريموت ديسكتوب اهي، تحط هنا اسم اي جهاز موظف براحتك خالص. طيب هل في اختصار من ران؟ في، افتح ران ومكاتب بقى ام اس تي اس سي، ده الاختصار بتاع الريموت ديسكتوب، ام اس تي اس سي. اقوم قايله انتر، هنا هقوم كاتب اسم جهاز الموظف. تمام، ماشي، وليكن اس 2، هقوم مايله كونكت. ها، مجرد بس ان هو سألني على الباسورد انا كده وصلت. طب ما تكمل، ادي الباسورد بتاعتي وهقول له ريميمبر مي، هقوم مايله اوكي. واخد بالك؟ تقدر تخش على الجهاز بتاعه وعلى الديسك توب بتاعه وانت قاعد مكانك، وانت قاعد طب هو مكانك. طلب باسورد ايه؟ ايه ده؟ انا بص مش محتاج الباسورد بتاعته خالص، انا دخلت بالباسورد بتاعتي كدومين ادمنستريتور. يعني انا ليا دومين غير دي، باسورد غير اللي هو عامله؟ ده بص انا ما يهمنيش اي باسورد لاي جهاز على الشبكه خالص، انت متخيل قوتك كدومين ادمن؟ يعني انا مجرد ما احط الباسورد اللي انا كنت عاملها في الاول وانا بعمل اليوزر طبعا كده خلاص تمام. مش اليوزر، مش اليوزر يا يوسف، انا داخل بدومين ادمنستريتور، ده الـ لا ده باسورد الدومين. انت الاكونت بتاعك، بص انت عشان تتخيل قوة الادمنستريتور بتاعك، بص كده، ادي الادمنستريتور، بص كده الممبر، اتفرج على المستويات الفظيعة. الراجل ده دومين ادمنستريتور على اي جهاز، الراجل ده بيلت ان ادمنستريتور على الدومين كنترولر، الراجل ده انتربرايز ادمنستريتور على الفورست كلها، انت متخيل؟
فاول اول ادمنستريتور انت بتعمله ده بالظبط كده اخطبوط، دراعه طايل كل حته، كل حته في الشبكه ماشي. فانا مش محتاج لا باسورد يوزر ولا اي حاجه خالص، انا باراشوت كده على اي جهاز في الدومين. عارف ليه؟ لان كل جهاز ممبر في الدومين عندك انت لك سيطره عليه. انما امتى ما اعرفش اكونكت عليه بقى؟ لو كان الجهاز ده ايه؟ ورك جروب، ساعتها يبقى في كلام تاني. وصلت؟ انما طول ما هو تحت، انما طول ما هو تحت الدومين رقبته تحت ايدك حرفيا. وصلت؟ تقفل وتفتح اللي انت عايزه. يبقى انا بالدومين ادمنستريتور قدرت ان انا اكسس الريموت ديسكتوب على اس 2 وشايف كل حاجه. ساعتها بقى ممكن واحد عنده مشكله في برنامج، مش عارف يسطب حاجه، مش عارف يعمل حاجه مثلا في الاوفيس، قول له هو انت كده حضرتك خش اعملها له، وبعد ما تخلص اتصل بيه قول له جرب دلوقتي. انت بتحل مشاكل الناس وانت قاعد مكانك. الموضوع ده بيتطلب يوميا من الناس بتوع السيستم ادمن، انك تقدر تعمل ريموت على اي حد في الشبكه. وصلت يا شباب؟ تمام. فانت كده قدرت انك تفتح البينج تشوف الجهاز شغال ولا مش شغال، قدرت انك تبص على الشير لو هو مش شاير حاجه، قدرت انك تخش على الادمن شير اي بارتيشن في جهازه تتخيله، قدرت كمان اخش الريموت ديسكتوب وهو قاعد. تمام، ونقدر نقول على دي كده اوكي خلصنا عليه. حد عنده اي سؤال في دي؟ حلو جدا. اللي بعده هستأذنكم 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق بالظبط وهرجع تاني. طيب اللي عليه الدور الجروب بوليسي موديلنج او ريزلت. تمام، ايه الفكره بتاعتنا دلوقتي؟ الموديلنج ده معناه اللي انا اقدر اعمل توقع في الجروب بوليسي، يا ترى ايه تاثير لو انا نقلت يوزرات او كمبيوترات لاويو معين. هسالكم سؤال، لو انا عندي في الاكتيف دايركتوري خلاص تعالى بقى نقفل الريموت ديسكتوب دي، اقول له انا عايز اعمل ساين اوت. حلو، نرجع لاس 1 زي ما انا. ايه رايكم لو انا كان عندي مثلا اويو اسمها سيلز، والسيلز دي انا مشدد عليها السكيورتي جدا ومقفل عليها جروب بوليسي كتير. طيب دلوقتي انا عارف انه اي مستخدم لو انا نقلته تحت السيلز هنا هينطبق عليه جروب بوليسي. تمام، فمثلا انا عندي اويو، مثلا عندي موظف اسمه في الاتش ار هنا اسمه علي. علي طول ما هو تحت الاويو اللي اسمها اتش ار بياخد البوليسي بتاعت الاتش ار، بياخد البوليسي بتاعت الاتش ار. انما لو علي انا نقلته على اويو تانية هيفقد البوليسي بتاعت الاويو دي وياخد البوليسي بتاعت الاويو دي. يعني اقدر ببساطة اقول كليك يمين موف وانقل علي على السيلز، بس ساعتها اللي بيحصل، تمام، اللي بيحصل انه المستخدم ده هيفقد البوليسي بتاعت الاتش ار وهيتحط في البوليسي بتاعت السيلز. تمام، طيب دلوقتي ايه المطلوب مني؟ قبل ما اعمل الحركه دي وانقل اليوزر على اويو واتفاجئ ان الدنيا قفلت عليه، انا ممكن اخلي جروب بوليسي يعمل لي سيميوليشن او محاكاه للسيناريو ده. هو بيقول لك ببساطه ماذا لو خدت يوزر معين وكمبيوتر معين نقلتهم على اويو معينه، قبل ما تنقلهم طلع لي تقرير عن البوليسي اللي هتطبق عليه، وبناء على التقرير اللي هيطلع بقى ينقل المستخدم يا ما نقلوش. وصلت؟ يبقى ببساطه عمليه الموديلنج دي هي محاكاه بتقول لو انا خدت يوزر من مكان وكمبيوتر من مكان اتحط في مكان جديد، هات لي تقرير عن البوليسي اللي هتطبق عليه. وصلت؟ تعال نجرب الكلام ده. ايه رايكم اللي انا في الاكتيف دايركتوري هعمل مثلا اويو جديده واسميها مثلا بلاك. الاويو دي انا ناوي احط فيها كل اليوزرات والكمبيوترات اللي عليها مشاكل على الشبكه، اللي الناس دي اللي بتلعب كتير. فانا هاجي هنا اقوم عامل ريفرش، ادي الاويو اللي اسمها بلاك. تعالوا بقى نعمل بوليسي عليها ونقفل حاجات كتير جدا. كليك يمين كرييت جي بي او، اسميها مثلا بلاك جي بي او. تعالوا بقى نقفل الدنيا كلها على الناس دي. كليك يمين اديت. هنيجي هنا في البوليسز ادمن تمبلت،
عند كنترول بانل بروهيبت اكسس هقول له انيبل، وهاجي على السيستم بريفنت اكسس اللي انا امنعه هم قالوا انيبل، واقوم رايح على بريفنت اكسس ريجستري هم قالوا انيبل، تمام. واقعد بقى ده بقى كنموذج، انا قفلت له هنا ثلاث حاجات، قفلت له هنا ثلاث حاجات، تمام، اللي انا قفلت كنترول بانل وسي ام دي وريجستري والكلام ده كله. كل الكلام ده انا عامله على مين؟ على البلاك جي بي او. طيب البلاك جي بي او متطبقه على مين؟ متطبقه على الاو يو اللي اسمها بلاك. طيب عايزك تاخد بالك ان الاو يو اللي اسمها بلاك فاضيه لسه، فاضيه لسه. فانا عايز اقول للجروب بوليسي، عايزك تقول لي يا ترى لو نقلنا يوزر اسمه كذا وكمبيوتر اسمه كذا جوه الاو يو اللي اسمها بلاك، هات لي ريبورت بالبوليسي اللي هتطبق عليه، تمام، وكل واحد في مكانه. يلا هنيجي في الموديلنج، كليك يمين، جروب بوليسي، موديلنج، هم قالوا نيكست. طبعا مين اللي هيعمل محاكاه؟ انا ما عنديش انا دومين كنترولر وحيد، فهقول له اس 1 نيكست. هنا بيقول لي طيب تحب تختار او يو باليوزرات اللي فيها ولا يوزر محدد؟ هقول له لا يوزر محدد وليكن اسمه علي. تحب تختار او يو بالكمبيوترات اللي فيها ولا كمبيوتر محدد؟ اقول له لا كمبيوتر محدد وليكن اس 2. يبقى انا بختار تماما اللي انا عايزه، يا اما او يو بكل اللي فيها يا اما يوزر واحد، يا اما او يو بالكمبيوترات يا اما كمبيوتر واحد، وهقول له نيكست. هل في اي سايت اي فروع؟ لا لسه ما اتعلمناش الكلام ده، جاي معانا في الكتاب، فانا هقول له نيكست. ايوه الترنيت اكتف دايركتوري باث، معناه ايه المكان الجديد انت عايز تنقلهم فين الناس دي؟ اقول والله انا بفكر وبخطط احطهم هنا. يبقى ده المكان الجديد اللي انا عايز انقل عليه الناس. طبعا زي ما اتفقنا ولا حد هيتنقل ولا حد هيتحرك من مكانه، كل ده سيميوليشن محاكاه مش اكتر. اقول نيكست. هل في اي جروبات اليوزر منها؟ لا باي ديفولت ممبرز من الجروب دي بتاعت الاكتف دايركتوري. هل في اي كمبيوترات ممبر؟ لا باي ديفولت ممبر من الكو اي من الجروبات دي. هل في اي فلتر دبليو ام اي زي ما درسناه في اول جروب بوليسي؟ لا مش عاملين اي فلتر. اومر نيكست. ها بص بقول لك ايه، بروسيسنج سيميوليشن بيعمل المحاكاه وهيديني بقى التقرير. تعال بقى نبص على الديتيلز. ها بالنسبه للكمبيوتر مش هيطبق عليه كمبيوتر ديتيلز لان انا مش عامل بوليس على الكمبيوتر، انما انزل تحت بقى بص كده. لو انا الراجل ده اتحط هيتقفل على ايه؟ بصوا هيتقفل على الكنترول بانل ويتقفل على سي ام دي ويتقفل على ريجستري. حلو قوي قوي. يبقى هو ده التقرير اللي انا اقصده، هو ده التقرير اللي انا بدرسه قبل ما انقل اي حد، لانك لو نقلت الناس فعليا هنا وحصل لهم مشاكل تضطر ترجع ترجعهم مره ثانيه. وصلت؟ ده ببساطه شديده جدا موضوع الموديلنج. ها حد عنده اي اشكال فيه؟ معلش ايه؟ بجيب من طيب صفحه التقرير دي تاني اهي مره تانيه. وانا في عمليه الموديلنج بنجيب حاجه اسمها ديتيلز تفاصيل، هو بيجيب لي الربط ده. وصلت؟ ما هي مش انا بعمل كليك يمين موديلنج بعد ما اختار كل حاجه، كل حاجه بيخلص اقوم رايح على التاب اللي اسمها ديتيلز بس، واقعد اقرا التفاصيل دي بس. ماشي الكلام؟ حد عنده اي مشكله؟ لا تمام. حلو جدا جدا. طيب كده خلصنا عمليه الموديلنج او المحاكاه. ايه بقى موضوع الريزلت؟ موضوع الريزلت معناها هل من الممكن ان انا اجيب الجروب بوليسي المطبقه على كمبيوتر معين بيوزر معين؟ هتقول لي يعني ايه الكلام ده؟ بص انا دلوقتي لو انا جيت دخلت بالمستخدم بتاعي هنا على السيستم ده قلت له اظهر يوزر، ادي علي وادي الباسورد، تعالى كده اليوزر اللي اسمه علي ده افتح قائمه ستارت وميل كنترول بانل مفتوحه. ليه؟ لانك ببساطه مش عامل اي بوليسي على الاو يو اللي اسمها اتش ار اللي فيها علي. طيب تخيل بقى لو انا وقفت على الاتش ار
قمت قايله كليك يمين لينك ان اكزيستنج جي بي او، هات لي اللي اسمها بلاك دي. فاصبح كمان ان دي اتطبقت على الاو يو دي. فالراجل ده لو عمل ساين اوت، او لو انا جيت هنا قمت عامل جي بي ابديت سلاش فورس، علشان يعمل تحديث لجروب بوليسي. ده اختصار ايه يا باشمهندس؟ الجروب بوليسي ابديت، جي بي ابديت معناه جروب بوليسي ابديت، فورس معناه اجبار. تمام. لو فتحنا قائمه ستارت بقى وقمت جاي على كنترول بان دلوقتي، بص قال ايه؟ قال لي اقف عندك، الاوبريشن دي كانسل. ليه كده؟ ارجع كونتاكت ادمنستريتور، كده اتقفل عليا. طب لو جيت افتح السي ام دي، بص بيقول لي ايه؟ ديسيبلد. مين اللي عمله؟ ادمنستريتور. كده انا عندي جروب بوليسي. طيب فاكرين قبل كده لما درسنا جروب بوليسي مع بعض، قلت لك ان في اداه جميله جدا بتقول لك ايه البوليسي المطبقه على الجهاز ده؟ اهي هفكركم بيه، rsob.msc. دي اختصار لايه؟ resultant set of policy. ده بيجيب لي تقرير بالبوليسي المطبقه عليا، بيجيب لي تقرير بالبوليسي المطبقه عليا. لو انا عملت اوكي هنا بيقول انت مالكش برميشن انك تبص على الكمبيوتر. مش مهم الكمبيوتر، انا عايز ابص على اليوزر بس. تعالوا مع بعض نفتح التقرير اللي طلع عشان اعرف مين اللي قافل عليا جروب بوليسي. ها اقف على ادمن تمبلت، اقف كنترول بانل. شوف بيقول لك مين السبب. الامر ده حلو قوي قوي، بيقول لك مين البوليسي اللي قافل عليك. طيب دلوقتي المشكله اللي انا لو انا حبيت اعرف يا ترى البوليسي اللي مطبقه على جهاز الموظف، هل معنى ذلك ان انا لازم اروح اقعد على جهاز الموظف واعمل الامر ده من عنده؟ لا طبعا، دي طريقه اللي انا ممكن اعملها من على جهاز الموظف. انما بقى لو الموظف ده في الدور السابع في الاداره فوق وانت قاعد تحت في الدور الثاني او الثالث، واتصل بيك على التليفون قال لك انا السوفت وير ده مقفول عليا او مش شغال عليا، ممكن بقى وانت قاعد مكانك زي الباشا تعمل الامر ده من على السيرفر. ازاي؟ كليك يمين، هقول له جروب بوليسي ريزلت نيكست. انت عايز تتصل بالجهاز مين عشان تشوف البوليسي اللي عليه؟ طبعا مش جهازي ده. عايزين جهاز مين؟ اس 2. اعمل اوكي، اعمل نيكست. مين اللي هيقف لي في الموضوع؟ الفايروول. الفايروول يقول لك اقف عندك في مشكله في ال دبليو ام اي سيرفيس. ده معناه ايه بقى؟ اللي انا لازم ارجع على الجروب بوليسي اللي انا طبقتها قبل كده بتاعت الفايروول، فاكرينها؟ تمام، اللي هي الجي بي او 1 دي. هقول كليك يمين اديت، وتعالوا نعدل فيها. هنزود على الفايروول خدمه جديده اسمها ال دبليو ام اي. ادي ويندوز سيتنج، ادي السكيورتي سيتنج، وادي الويندوز فايروول، وادي ويندوز ديفندر فايروول ان باوند رول. كليك يمين، نيو رول، هقول له بري ديفايند برضو من الحاجات الجاهزه اللي عندنا، وانزل تحت بحرف الدبليو. ها هي دي ويندوز مانجمنت انسترومنتيشن دبليو ام اي، بتتيح ليا ان انا اكونكت واعمل تاسكات على السيرفر او الجهاز. نيكست. وانا ما ينفعش نسمع الحاجات دي كلها مره واحده؟ ينفع، بس انا كنت بتدرج معاك في التمرين واحده واحده. اتفقنا؟ ماشي. انا سمحت بالدبي ام اي، تمام. فانا المفروض دلوقتي اللي انا كمان اتاكد انه من الويندوز سيتنج سكيورتي سيستم سيرفيس، ها الخدمات اللي شغاله على الجهاز. تعالوا كده ندور تحت برضو على دبليو ام اي ويندوز مانجمنت، اهي شايفين دي؟ لازم اقول له انها اوتوماتيك، يبقى انا اتاكدت ان دبليو ام اي كسيرفيس شغاله وعديتها من تحت الفايروول. طب مطلوب اعمل ايه بقى؟ راستر اس 2. بعد ما نراستر اس 2 هنحاول نكونكت عليه مره ثانيه. الميتنج تقريبا هيخلص، فانا هبعت لكم لينك تاني حالا. ثواني معايا يا شباب. بعد ما رسترنا اس 2 وبعد ما طبقنا السيرفيس والفايرول، هنحاول ننزل بقى على الجروب بوليسي مره تانية. كليك يمين، ريزلت، نيكست. كمبيوتر كان اسمه اس 2، وعمل نيكست. حلو جدا، خدتوا بالكم؟ عدى
عدى من حته دبليو ام اي. هنا بيقول لي بقى مين المستخدم اللي عايز تعرف البوليسي المطبقه عليه. يبقى انا ممكن اجيب البوليسي بتاعت اليوزر وانا قاعد مكاني، مش لازم اروح له واعمل ار اس او بي عنده خالص، لا ممكن اعملها وانا قاعد مكاني زي ما انتم شايفين كده. فاقول له علي اهو نيكست، او ما يقول نيكست كده، بجيب مجموع البوليسي بتاعت الكمبيوتر واليوزر، واقوم جايب الديتيلز، واقعد بقى اشوف يا ترى ايه مشكله علي ده، ليه البرنامج مش شغال عنده او الحاجه مقفوله عنده، وابدا بقى ان انا اقول له شو اول، وانزل تحت خالص على الجزء بتاع اليوزر كونفيجريشن. قال ان علي ده طبعا الجي بي او 1 مطبق عليه الريموت ديسكتوب. عرفت بقى السبب، عرفت الراجل ده بيشتكي ان كنترول بانل مقفول عنده و اهي هو دي السبب، واخد بالك؟ يبقى اداتين في غايه الاهميه، الموديلنج بتعمل محاكاه او سيميوليشن تقول لك ايه اللي يحصل لو نقلت الناس على الاويو، والريزلت بتكونكت على الكمبيوتر وتجيب مجموع البوليسي بتاعت اليوزر والكمبيوتر في نفس الوقت، كده كانك عملت ار اس او بي ريموتلي من على الشبكه. وصلت؟ فدول اداتين برضو هتحتاجهم جدا جدا في حياتك العمليه. حد عنده اي استفسار فيهم؟ حلو قوي. طيب جميل. هل من الممكن بقى اللي انا اعمل باك اب وريستور وكوبي على الجي بي او؟ انا قعدت كتير جدا، لو فتحت جروب بوليسي انا على مدار شغلي في الشركه عملت جروب بوليسي كتير قوي قوي، هل من ممكن اعمل باك اب ليهم؟ كليك يمين باك اب اول، اهو اخد نسخه احتياطيه من كلهم باك اب اول، وما يلو ايه او ما يلو براوز، وليكن على سبيل المثال نخزنهم على الدوكمنت مثلا، وما يلو اوكي وما يلو باك اب، هيبدا ياخد نسخه من كل جروب بوليسي على جهازك. تمام. طيب بعد ما اخدنا باك اب بقى، هل من الممكن ان انا دلت جي بي او وارجعها مره تانية زي دي مثلا؟ كليك يمين ديليت. ها انت لما دلت البوليسي من تحت هنا جروب بوليسي اوبجكت انت كده حذفتها نهائي من السيستم. ازاي ارجعها بقى؟ كليك يمين وميله مانج باك ابس، مانج باك ابس، اضغط عليه واختار جي بي او اللي عايز ارجعها، ممكن اتفرج عليها وهي مكانها، ممكن ادلتها خالص، ممكن اعملها ريستور، اقول له ريستور يس، ترجع تاني وانت بدون اي مجهود منك اعمل ريفرش، ما رجعتش، كليك يمين مانج باك اب ريستور اوريدي اكزيست. اوريدي اكزيست ازاي؟ البرنامج ده بيخرف. تعالوا كده نقفله ونفتحه تاني، جي بي ام سي، كليك يمين مانج باك ابس جي بي او 1 ريستور. حلو جدا، بس كانت تعليقه في البرنامج سكسيدد، مجرد اتقفل واتفتح اهي رجعت تاني بدون اي مشاكل. حلو جدا، يبقى انا عرفت حركتين دلوقتي، ازاي اخد باك اب وازاي اخد ريستور. طيب ايه موضوع الكابي؟ هل من الممكن ان يبقى في جروب بوليسي موجوده واعمل نسخه ثانيه منها؟ اهو كليك يمين واعمل له كابي، واطلع هنا كليك يمين واعمل له بيست. يقول لك طيب الجروب بوليسي النسخه الجديده دي هل عايز تحطها بالديفولت بيرميشن اللي بتنزل اي جروب بوليسي جديده، ولا تحتفظ بالبرميشنز بتاعت الجروب بوليسي الاصليه اللي انت واخد منها نسخه؟ او لا اعملها كبايه كبرميشن جديده اهي باسمها كوبي اوف جي بي او، ممكن مثلا اعمل لها رينيم واسميها جي بي او 5. تمام، يبقى سهل جدا جدا ان انا كمان اخد كوبي وبيست عشان اعمل نسخه طبق الاصل من الجروب بوليسي. طيب اخر حاجه معانا بقى، انا لو عملت كليك يمين وقمت قايل له نيو، قمت عامل مثلا جروب بوليسي اسمها نيو جي بي او 6، لك ان تتخيل ان اي جروب بوليسي بتتعمل بتنزل فاضيه. بص اقف كده على السيتنج بتاعتها، شايف مفيش فيها اي حاجه في الكمبيوتر ولا اي حاجه في اليوزر. طيب هل من الممكن بقى ان انا انسخ اعدادات من جروب بوليسي جوه جروب بوليسي الثانيه؟ هو ده اللي اسمه الامبورت. امبورت يعني استيراد، اخد من جوه جروب بوليسي على جروب بوليسي الثانيه. طب نعملها ازاي دي؟ بقف مثلا كليك يمين
واقوم قايل له امبورت سيتنج. طبعا دي جروب بوليسي فاضيه، بس انا هاخد اعدادات من واحده جاهزه من الموجودين. على سبيل المثال اقول له مثلا هات لي البوليسي اللي موجوده في البلاك دي، واقوم قايل له نيكست، واقوم قايل له فينيش. بصوا كده كده، شفتوا نيو بقى خدت ايه؟ خدت كل البوليسي اللي كانت في البلاك اللي احنا عملناها فوق. يبقى انت خدت اربع حركات موجودين عندك، الباك اب والريستور، نسخ احتياطي واستعاده، الامبورت اللي انا اخد اعدادات من جروب بوليسي على جروب بوليسي الثانيه، والكوبي اللي انا اخد نسخه من جروب بوليسي طبق الاصل واعمل منها واحده جديده واعدل فيها زي ما انا عايز. ها حد عنده اي مشكله في الاربعه دول؟ اخر حته كده اللي هي الكوبي ولا الامبورت؟ لا الامبورت. الامبورت، بص احنا اتفقنا انه لو انا عملت كليك يمين وقمت قايله نيو وعملت مثلا جي بي او 7، اي جروب بوليسي جديده بتنزل على السيستم بص بتبقى عامله ازاي؟ متصفره، مفيش فيها حاجه شغاله. معايا يوسف؟ معاك يا طيب، ولو حبيت ان انا اعدل عليها اقدر اقول له كليك يمين واديت. بس انا قعدت ساعتين اظبط في البوليسي، هل بقى كل بوليسي اعملها اقعد اظبط فيها من الاول؟ لا. فانا ممكن اعمل ايه بقى؟ مش دي جروب بوليسي فاضيه؟ ممكن انسخ اعدادات من واحده من المليانه على الفاضيه. فهمت ازاي؟ ازاي بقول له كليك يمين واعمله امبورت. امبورت يعني استيراد، اللي انا هستلف اعدادات انا عاملها في جروب بوليسي قبل كده تنزل لي جوه الفاضيه دي. وصلت؟ اهو هقول له امبورت واعمله نيكست واعمله نيكست. هنا عارف طبعا المكان اللي انا واخد فيه باك اب قبل كده، يقول لك نقي عايز مين في دول. اقول له مثلا هات لي جي بي او 1، تمام، اقوم قايل له نيكست، اقوم قايل له نيكست. بس انت كده عملت ايه؟ نجحت انك اخدت من جي بي او 1 على جي بي او 7. اتفرج كده على جي بي او 7، بص 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 كل ده اتملى اهو، بعد ما كان صفر قبل كده اتملوا دول كلهم اهي، حاجات انت عاملها. وصلت؟ تمام. حلو قوي قوي. طيب اخر حاجه في الجروب بوليسي عشان يبقى احنا قفلنا الموضوع، هل من الممكن ان انا اعمل اكستند للجروب بوليسي؟ يعني ايه؟ يعني اغلب الشركات عندها اوفيس، طيب والاوفيس ممكن يكون 2016 او 2017 ايا كان، ولا 19 حتى او 22، هل من الممكن ان انا اعدل في اعدادات الاوفيس من الجروب بوليسي؟ ينفع، بس المشكله ان الجروب بوليسي اللي نازله مفيش فيها حاجه اسمها اوفيس. يعني بص كده معايا، لو فتحت اي جروب بوليسي من دول كليك يمين كده اديت، وجيت تفتح الادمنستريتيف تمبلت بتاعت اليوزر، ما عندكش حاجه هنا اسمها اوفيس، اوفيس مش نازل. انما انا هعمل ايه بقى؟ اقدر ان انا ادونلود من على موقع مايكروسوفت التمبلت بتاعت الجروب بوليسي بتاعت الاوفيس وانسخها جوه على السيستم. ازاي؟ تقوم رايح ببساطه شديده كاتب كده في جوجل، تقوم كاتب مثلا اوفيس 2019 جروب بوليسي تمبلت، شايف بيكملها لك لوحده. دي اداه مجانيه اهي. اهو بس كل اللي عليك انك هتعمل داونلود لدي، وماشيه مع كل نسخ الاوفيس دي، ال 19 و16 واوفيس 365 كمان. تمام. طيب دلوقتي بعد ما اعمل داونلود للباكج دي المفروض بقى ان انا اسطبها على السيرفر. طيب عايزك تاخد بالك من حاجه، الاي دي ام اكس هي دي الادمنستريتيف تمبلت، اي دي ام اكس ده الادمن تمبلت، انما الاي دي ام ال ال معناها لانجوج اللغه، يعني بينزل لك ادمنستريتيف تمبلت بجميع اللغات اللي ممكن تسطب بيها اوفيس عندك، لان وارد ان يكون مثلا عندك ناس من جنسيات تانية، واحد هندي واحد ايطالي او فرنساوي، فعنده ويندوز مثلا فرنساوي وعنده اوفيس فرنساوي، فممكن اللي انا انزل له اعدادات الاوفيس اللي تناسب اللغه بتاعته. تمام. فحتى الباكج دي بتنزل لك اوفيس او التمبلت بجميع اللغات، فادي السبب ان هو معناه في كل الادمن تمبلت اللي هتحتاجها باللغات المعروفه كلها. طب انا عامل داونلود للباكج دي مسبقا اهي، هقول له كليك يمين كوبي، وبعدين هنروح نفكها هنا على S1، كليك يمين بيست،
دي الباكج اللي انت تدونها من على الانترنت. تعال كده نسطبها مع بعض. هقول له اكسبت. هيسالني عايز تفكها فين. ممكن مثلا اقول له فكها لي في داونلودز، اقوم قايل له اوكي. يبدا يعمل اكستراكت، فك محتويات الباكج. حلو جدا. طيب انا المفروض عايز اعمل ايه بقى؟ المفروض اللي انا اقوم رايح على المجلد اللي اسمه داونلودز. ها ادي الاي دي ام اكس وادي الادمن. افتح الاي دي ام اكس، شايف الملفات دي كلها؟ تقوم محدد من اول الاكس. بص كده هتلاقي اكسس، اكسل، اللينك، الوان نوت، الاوتلوك، الباوربوينت، البروجكت، الببلشر، التيمز، الفيزيو، الوورد، حزمة الأوفيس كاملة موجودة اهي. تقوم مختار كده كنترول سي وتفتح على السي على الويندوز على بوليسي ديفينيشن، ده اللي فيه الادمنستريتف تمبلت باي ديفولت، وقوم قايله كليك يمين بيست. حلو الكلام. يبقى انت نسخت كل تمبلت الأوفيس هنا. طيب وبعدين ارجع تاني على الملف بتاع اللغة بتاع الانجليش يو اس. شايف دول؟ لازم تاخد ملفات اللغه دي كمان انجلش، طالما انا عندي الويندوز انجليزي والاوفيس انجليزي. كليك يمين كوبي، واقوم داخل كمان في البوليسي ديفينيشن، اطلع فوق، ادي انجلش يو اس اهي فيها كل ملفات اللغه، او ما كليك يمين بيست. بص بقى المفاجاه، اقفل الجروب بوليسي، افتح الجروب بوليسي مره ثانيه. لما تيجي بقى تعدل انت في اي جروب بوليسي من دول، كليك يمين اديت. بص كده على البوليسز ادمن تمبلت. ناقص حاجه؟ كل باكج الاوفيس نزلت اهي. دي كلها بقى اقدر اعدل في اعدادات الاوفيس من هنا في الاكسل وكل حاجه. ها شايفين؟ ممكن ان انا اظبط الاوفيس عند الناس لو هم طالبين حاجات معينه بالجروب بوليسي. فده معنى كلمة الاكستند، اللي انا ازود في الجروب بوليسي اللي نازلة مع السيرفر حاجات جديدة مش موجودة قبل كده زي الاوفيس. وصلت؟ باشمهندس بس هي التعديلات مش المفروض برامج الاوفيس دي تبقى نازلة، ما ينفعش حد يعدل فيها اصلا؟ لا، اللي انا اقصد ايه؟ واحد مثلا محتاج حاجة تتظبط في الاكسل، حاجة خاصة بالتنسيقات، المدقق الاملائي والحاجات دي، خدت بالك؟ اللي هي اعدادات الاوفيس نفسه في الشغل اللي هو بيعمله. في اعدادات، اعدادات البرامج بتاعه الاوفيس. يعني مثلا واحد بيحب مثلا ان الوورد بتاعه يكون مثلا بيسبورت خطوط معينه، بيسبورت تمبلت معينه، المدقق الاملائي يكون شغال، اعدادات جوه برامج الاوفيس ذات نفسها. وصلت؟ تمام. فبدل ما اعملها الواحد واحد في الشركه، لا اشوطها بالجروب بوليسي على طول. وصلت؟ تمام. بس كده ده اللي انا اقصده في حته الاكستند، معناه ان انا عملت امتداد او تمدد، زودت جوه الجروب بوليسي بتاعه السيرفر جروب بوليسي بتاعه الاوفيس. وصلت؟ حد عنده سؤال او استفسار؟ لا يا باشمهندس. طيب تمام، ناخد بقى برنت سكرين.